اهلا بطلبة سنة رابعة ابتدائي واهالي طلبة سنة رابعة ابتدائي. ده فيديو رقم 15 في سلسلة كونكت 4، شرح منهج سنة رابعة ابتدائي، منهج جديد. ده شرح يونت 1 ليسن 3. هنتكلم في الفيديو ده عن read and learn، وهنحل exercises اللي موجودة في كتاب step ahead. يعني كل ما ابقى فاضي اوعدك ان انا هعمل لك فيديو، واوعدك ان انا هحاول اخلص معاك المنهج كله على قد ما اقدر. يعني الانجليش ده بالنسبة لي هواية وحاجة ممتعة جدا، وانا عايزك تستمتع بيه زي ما انا مستمتع بيه بالظبط. مش عايز الانجليش بالنسبة لك يبقى حاجة صعبة خالص، وعشان كده انا بحاول اقدم لك المنهج بطريقة مبسطة، بطريقة فيها صور، بطريقة هيبقى فيها فيديوهات كمان ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. يلا بينا. فيديو رقم 15 من سلسلة شرح منهج كونكت 4 للصف الرابع الابتدائي، منهج الانجليش. في الفيديو ده هنكمل يونت 1 ليسن 3، اخر فيديو فيها read and learn، وهنحل اسئلة كتاب step ahead. في الفيديو اللي فات شرحنا كلمات زي scrape، خدش او جرح، healthy، بصحة جيدة، I feel fit and healthy، وشرحنا كل الفوكاب، كل كلمة معاها الصورة ومعاها معناها بالعربي. لو ما شفتش الفيديو ده ارجع للفيديو اللي فات اتفرج عليه، وبعدين كمل معايا الفيديو ده عشان تفهم كويس الـ read and learn. ركزوا بقى معايا في الـ read and learn، علشان بتيجي اسئلة زي رتب، يجيب لك كده الكلمات متلخبطة، الجمل متلخبطة، يقول لك رتبها. فاحنا هنشرحها بالمنطق، يعني ايه اللي بيحصل قبل ايه. someone falls over، حد وقع، شخص ما سقط، and cuts their leg، وجرح رجله، be a kind friend، كن صديق طيب، خليك انسان كويس، be a kind friend. هنا بيأمرك be، verb to be، كن a kind friend. يبقى اول حاجة لو حد وقع هتعمل ايه؟ be a kind friend، خليك كويس. تاني حاجة ask them to sit down، اطلب منهم ان هم يقعدوا. عكس sit down stand up، اقف. sit down معناها اقعد، stand up اقف. put on gloves، احنا قلنا put on يعني يرتدي، حط في ايدك جوانتيات. يبقى هو وقع، هتقول له بعد اذنك اقعد، وبعدين هتحط جوانتيات في ايدك، مش هتشتغل في الجرح بتاعه وانت ايدك من غير جوانتيات عشان ما تلهبلوش الجرح. يبقى الكلام ايه بالعقل كده، واحد وقع be kind friend، تاني حاجة اسأله ان هو يقعد، استأذنه ان هو يقعد، تالت حاجة حط جوانتيات، wash the scrape with water and soap، اغسل الجرح بمية وصابون، put on a band-aid، band-aid اللي هي اللزقة دي، put on a band-aid، ضع عليه ضمادة، the next day، تاني يوم، يبقى اخر حاجة خالص the next day، wash the scrape with the soap and water again، redo the band-aid. تاني يوم اغسل الجرح بمية وصابون تاني وحط واحدة جديدة بقى، redo the band-aid. and but، ايه الفرق بينهم؟ and معناها و، but معناها لكن. we use and، احنا بنستخدم and to add two ideas together، لما احنا بنتكلم عن حاجتين ليهم نفس المعنى. I like science and math، انا بحب العلوم والرياضيات. but لو حاجة عكس التانية بقى، جملة عكس التانية، they played well، لعبوا كويس، but they didn't win the match، ولكن خسروا. يبقى هما لعبوا كويس ولكن خسروا. تعالوا بقى نحل شوية اسئلة. ده زي ما شرحناها بالظبط في الفيديو اللي فات بتاع الفوكاب. اول حاجة gloves، band-aid، scrape، healthy، nosebleed، burn، هنا في براد وحرق، burn، cough يعني كح، first aid kit، صندوق الاسعافات الاولية. بعدين هنا واحد مسك حاجات كده كأنه في معمل، فهو عالم، scientist. rearrange the following sentences، someone falls over and cuts their leg، be a kind friend. اول حاجة لما حد يقع
هتعمل ايه؟ هتقول له لو سمحت اقعد. ask them to sit down. تالت هتحط جوانتيات. put on gloves. رابع حاجة هتغسل الجرح. wash the scrape with water and soup. خامس حاجة هتحط له لزقة. سادس حاجة اليوم التاني بقى the next day. wash the scrape with soup and water again and redo the bandage. Complete the sentences with an and but or but. I don't eat candy. أنا مش باكل حلويات. But I like fruit. ولكن أنا أحب الفاكهة. I drink cola. أنا بشرب كولا. But I want to drink more water. I play basketball and I play football in the park. Dad is a scientist. And he likes looking at animals and plants. أبويا عالم وبيحب looking at animals and plants. بيحب يبص الحيوانات والنباتات. It's very interesting, but it's very hot sometimes. هي شيقة وممتعة ولكن في بعض الأحيان ساخنة. I love burgers, but I only eat once a week. أنا مفيش حاجة اسمها eat one a week. I eat once a week. Fatima loves ice cream and chocolate. ما ينفعش نقول but chocolate, لازم يبقى but وبعدها جملة. يعني لو أنا عايز أستخدم but هقول but she doesn't like chocolate. لكن إذا الجملة مقطومة كده يبقى على طول end. My dad is Egyptian. His dad is French. But his dad is French. Waleed speaks English. He can speak Chinese, but he can't speak Chinese. Waleed speaks English, but he can't speak Chinese. We wash a scrape, stick a band-aid, and stick a band-aid. I practice basketball twice a week. I walk home from school every day, and I walk home from school every day. I love playing video games. I only play them once a week. I love playing video games, but I only play them once a week. انا بحب ان انا العب بالفيديو جيمز, بس مش معنى كده ان انا العبها كل يوم, ولكن بلعبها مرة واحدة في الاسبوع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو, شير وسبسكرايب على اليوتيوب. مستنى الفيديو القادم Lesson 4 من Unit 1.